بمزيد من الرجاء بالحياة الأبدية، انتقل فارس القبر المقدس السيد كرم مسيح إلى أحضان الأب السماوي بعد حياة حافلة بالعطاء والإيمان. وقد جرت مراسم الجنازة والدفن في كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين تلاع العلي بحضور كنسي ومدني واسع وجمع غفير من أصدقاء الفقيد ومحبيه الذين قدموا من مختلف أرجاء الوطن. واستمع المصلون إلى العظة التي ألقاها سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، والتي تحدث فيها بإسهاب عن مناقب الفقيد. أحباءنا أهل الفقيد، أيها الإخوة والأخوات، بتأثر كبير نودع الوداع الأخير إنسانا نفخر بأننا عرفناه واستمتعنا بصداقته، إنسانا مؤمنا بربه، محبا لعائلته، مخلصا لأصدقائه، ناجحا في عمله، محبا للفقراء والمحتاجين، غيورا على كنيسته، وكان فارسا من فرسانها. نرافقه اليوم إلى مثواه الأخير بعد صراع مع المرض تحمله بشجاعة وصمت. أخونا أبو أسامة، بينما تمثل الآن أمام محكمة المسيح الرحيم، نقول لك مع المزمور: إن الرب القدير بريشه يظللك وتحت أجنحته تعتصم. لا تخشى من هول الليل ولا من سهم يطير في النهار، إنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في جميع طرقك. نطلب منه تعالى أن يجزي أخانا الراحل بما يستحقه في أورشليم السماوية. إخوتي وأخواتي، باسم بطريركية اللاتين ممثلة بالمدبر الرسولي، وباسم الأساقفة والكهنة وجميع الكهنة الحاضرين هنا من مختلف الكنائس، وباسم الشمامسة والراهبات، وباسم كاهن الرعية، وباسم رعية قلب يسوع الأقدس، وباسمكم جميعا، نقدم صادق العزاء لزوجة الفقيد أم أسامة ولأبنائه أسامة ورمزي وسامر وفادي وإيهاب وكريمته لينا، وإلى أخيه وأختيه ولجميع الأنسباء والأقارب. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسمه مباركا. فضائية نورسات اللبنانية ممثلة بمديرة مكتبها الإقليمي في الأردن الدكتورة باسمة السمعان والعاملين فيه يتقدمون بأحر التعازي والمواساة من أهل مسيح الكرام برحيل عميدهم فارس القبر المقدس السيد كرم مسيح، متضرعين من الله العلي القدير له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه مع الأبرار والقديسين.